الحمد استقبلت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي أول أيام رمضان بإعداد وجبات الإفطار، وقد قدم ما يقارب 227 ألف وجبة للصائمين في هذا اليوم. الحمد لله كانت الرقابة موجودة من الزملاء في الوقاية، كذلك تقديم خدمات رفع الأطعمة من ساحات المسجد النبوي ومن سطحه وكذلك في أروقته بما يعادل 150 طن من النفايات تم رفعها قبل صلاة العشاء، ولله الحمد الخطة تكللت بالنجاح. نشكر جميع الزملاء القائمين على تقديم خدمات زمزم، سقيا زمزم للزوار والمصلين عبر حافظات زمزم وكذلك عبر العبور. ما تم استهلاكه خلال اليوم الأول بلغ 239 طن من مياه. لا يوجد